التعليم أعلنت أن غدا اللي هو بكرة هيكون آخر موعد لغلق رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم. إيه الموضوع؟ إيه الرابط؟ يعني هل هو ده خاص بالفصل الدراسي الأول فقط ولا للعام الدراسي كله؟ ده اللي هنعرفه من خلال الأستاذة نيفين شحاتة مدير تحرير الأهرام. أستاذة نيفين أهلا بك معنا يا فندم، وكل سنة حضرتك بصحة وسلامة، ودايما يا رب أبنائنا الطلاب بخير ومصر الحبيبة بكل خير. طبعا هو أنا عايز بس أأكد على نقطة، أنا آسف للمقاطعة في بداية الحديث، لكن كان في أخبار بتتكلم إن هو الموضوع ممتد لحد 4 يناير. بالفعل المفترض إن كان بكرة آخر يوم للطلاب بالنسبة لملء استمارات الصف الأول والثاني الثانوي للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول اللي هتبتدي 11 يناير، لكن الوزارة بالفعل ادت فرصة 72 ساعة تاني لأبنائنا الطلاب، بحيث ان يبقى يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لملء استمارات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على مستوى المحافظات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول. وطبعا بالنسبة للطلاب اللي ما عندهمش بريد إلكتروني لازم يعملوا بريد إلكتروني علشان يقدروا يتواصلوا من خلال الموقع الوزارة. لكن حتى الآن نستطيع ان احنا نعدل الخبر على عهدة حضرتك ان الموضوع اللي هو رابط الاستمارة الإلكترونية للامتحانات تم مده ل 4 يناير الخميس اللي جاي مش بكرة. بالضبط عشان يكون في فرصة لأبنائنا الطلاب اللي لم يعني يتمكنوا من الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني وعمل بريد إلكتروني ان هم يبدأوا يدخلوا مرة اخرى ويبدأوا يملوا الاستمارات بتاعتهم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول. وطبعا الوزارة أكدت ان الطلاب اللي ما استلموش التابلت هيمتحنوا ورقي، الطلاب اللي هيتعرضوا لأي مشاكل أثناء الامتحانات متعلقة بالمشاكل التقنية والفنية هيمتحنوا ورقي أيضا، لكن طبعا المفترض أن الامتحان إلكتروني عن طريق التابلت، وفي 15% أسئلة مقالية و85% أسئلة اختيار من متعدد. وطبعا كان في أيضا تنبيهات على أن أسئلة الاختيارات من متعدد تكون الإجابات بتاعتها محددة وواضحة، ما يبقاش يعني في أكثر من إجابة تحتمل الإجابة على نفس السؤال، وبالتالي في كمان توجيهات من الوزارة بأن الأسئلة تكون من المقرر الدراسي ومن المنهج الدراسي اللي درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الأول، وتكون يعني أسئلة بتعتمد على ما تعلمها أو ما درسه الطالب بالفعل في المدرسة وفي القاعات الدراسية. طبعا في ايضا الاستعانه بالمنصات الالكترونيه والقنوات التعليميه اللي عليها مراجعات خاصه بهؤلاء الطلاب، بحيث ان هم ايضا يتمكنوا من مراجعه دروسهم قبل البدء في الامتحانات يوم 11 يناير المقبل باذن الله او الجاري يعني تحديدا. زي ما حضرتك قلتي ان في بعض المدارس ما سلمتش التابلت لحد دلوقتي. طيب وتم مد المهله لحين تمكن الطلاب، طب اللي عنده مشكله في التعامل الكترونيا مع الرابط، احيانا بنسمع كلمه ان السيستم واقع. الاهالي اللي هيواجهوا المشكله دي هيعملوا ايه؟ عشان كده الوزاره يعني مدت الفتره بحيث ان الطالب يقدر يبقى عنده يعني وقت ان هو ما يبقاش في تحميل جامد على موقع الوزاره في وقت واحد لجميع الطلاب، ففي طبعا بعض الطلاب لم يتمكنوا من الدخول على الرابط، قدامهم فرصة كمان هو في يومين ثلاثة يقدروا كمان ان هم يدخلوا على الرابط ويسجلوا بياناتهم استعدادا للامتحانات. وطبعا دي كلها في اجراء يعني في اطار الاجراءات اللي الوزارة بتنفذها للتسهيل على ابنائنا الطلاب، وبحيث ان ما يكونش فيه ايضا ضغط على موقع الوزارة. لكن هو اجراء لابد منه لان الطالب يدخل الامتحان، هو ده خاص بامتحانات الفصل الدراسي الاول ولا يعني الفصل الدراسي الثاني هيبقى فيه نفس الخطوة؟ لا، هي الاستمارة بتبقى يعني مع بداية الامتحانات عشان يبقى محدد فيها بيانات الطلاب والبريد الالكتروني اللي الطالب بيدخل بيه يعرف يعني تفاصيل منه، ايضا يبقى محدد اللغة الاولى واللغة الثانية اللي بيمتحن بيها الطالب، يبقى في بيانات خاصة بيه، المواد اللي هو بيدرسها، المواد اللي هيمتحن فيها، دي امور محددة طبعا يعني تم استحداثها يمكن مع الامتحانات الالكترونيه علشان تكون المسائل اكثر دقه ويكون الطالب
يعني عارف بالظبط المواد اللي هيمتحنها واللغه الاولى واللغه الثانيه محدده، ويبقى فيه تحديد لكل شيء قبل الامتحانات. وده طبعا في اطار الاجراءات اللي بتتبعها وزاره التربيه والتعليم للتيسير على ابنائنا الطلاب واولياء الامور. طيب معلومه خاصه ب الرابط نفسه داخل المعلومات المطلوبه، لو تم مثلا ادخال معلومه ناقصه او معلومه خطا، هل ممكن المدرسه تتابع ليها الطالب يعني تكمل اللي الطالب يعني ما كملهوش، ولا بيترفض طبعاً الطالب؟ طبعاً. في مراجعه دقيقه حضرتك للبيانات اللي الطالب بيقوم بتسجيلها، وفي طبعا فرصه للطالب ان هو يصحح البيانات بتاعته اذا ادخل بيانات خاطئه. يعني الموقع معمول بحيث ان يبقى فيه تعديل سهوله للطالب في يعني تعديل اي شيء في الاستماره، بس طبعا ده قبل الموعد المحدد اللي احنا قلنا عليه اللي هو يوم الخميس، يوم إن الخميس شاء الله 4 يناير المقبل اللي يعني هو هيبقى 4 يناير. يعني احنا هنأكد دلوقتي مع حضرتك ان احنا معانا لحد 4 يناير لتسجيل الطلبه لبياناتهم على رابط الاستماره الالكترونيه على موقع الوزاره. الموضوع نعم. ان شاء الله ميسر وسهل في تيسير، سواء الطلبه اللي استلمت تابلت او ما استلمتش، كده كده لازم تبقى ماليه الاستماره دي، وطبيعه الامتحان هي اللي تختلف بالظبط كده. ويكونوا طبعا ويستعدوا بقى طبعا للامتحانات ان شاء الله من خلال المراجعات المختلفه ومن خلال التنبيهات اللي وزاره التربيه والتعليم بتبعتها دايما للطلاب قبل الامتحانات، وطبعا المواقع بتاعه المدارس المختلفه لو في تنبيهات قبل الامتحانات خاصه بالتابلت وتحديثه وما الى ذلك. تمام، انا بشكر حضرتك جدا الاستاذه نيفين شحاته مدير تحرير الاهرام، وكل الدعوات لابنائنا طلاب النقل في الاعدادي او في الثانوي، بكل التوفيق ان شاء الله والامور تكون ميسره.